بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال إصحاح 16، نقرأ من أوله. للإنسان تدابير القلب، ومن الرب جواب اللسان. قلنا معناها اللي يدبر قلبه يعني يهتم بنقاوة قلبه انه يرضي ربنا، ربنا يتكلم على لسانه، القرار يطلع من ربنا، هو مشغول بقلبه وربنا يصلح تصرفاته وقراراته. كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب وازن الأرواح. يعني كل واحد بيبقى شايف نفسه ماشي صح، وكتير ما الواحد يبقى مقتنع باللي بيعمله، بس في الآخر الذي يحكم هو الرب، الرب وازن الأرواح. فحتى لو أنت مش متشكك في الموضوع ده، مش معناه أنك بريء 100%. ألقي على الرب أعمالك فتثبت أفكارك. لما ترمي شغلك على ربنا، يعني مشروعك وقرارك كل شغلك اللي نفسك فيه تلاقيه، تثبت أفكارك. الرب صنع الكل لغرضي. احنا وقفنا عند الآية دي قبل العذراء. الرب صنع الكل لغرضه، والشرير أيضا ليوم الشر. الآية دي مهم لأن فيها جانب لاهوتي عميق. الرب صنع الكل لغرضه، يعني ما فيش حاجة في الدنيا دي ملهاش غرض، وما فيش موقف بيحصل في الدنيا دي مش محسوب عند ربنا. الرب صنع الكل لغرضه. طب هتقول ما هو في أشرار، والأشرار بيعملوا حاجات عكس إرادة الله، صح؟ ومع هذا الله لأنه ضابط الكل بحكمة عالية تفوق إدراكنا احنا كبشر، يستخدم أخطائهم أيضا لغرضه. أديكوا أمثلة بقى. يعني مثلا ربنا قرر يخلص شعبه في مصر وقت موسى النبي، وبعدين في واحد عنيد اسمه فرعون، ساعتها عنيد جدا شايف نفسه ربنا، وفرعون مش هيطلع شعب الله من مصر. يقوم ربنا زي ما قال كده في العهد الجديد، العهد القديم قال أنا أقمت فرعون لأظهر فيه قوتي. يعني ايه؟ هل ربنا خلى فرعون يعند؟ لا، حاشا ان احنا نقول كده. ربنا ما يخليش انسان يعند، هو فرعون عنيد لوحده، قلبه قاسي لوحده، ولكن الله استخدم قسوة قلب فرعون، استخدم عند فرعون فان يظهر قوته كإله، ضربة ورا التانية ورا التالتة ورا لغاية 10 ضرب. ليه؟ عشان ربنا كان عاوز يظهر لكل الشعوب قد ايه إله إسرائيل إله قوي. لكن هنا حتى الشرير يقول صنع الشرير أيضا ليوم الشر. هنا بقى بعض اللي ضد الإيمان يتهمونا في الآية دي أن ربنا إذا مش بيدي حرية للناس، يبقى الإنسان مسير بقى. إذا كان ربنا بيعمل الشرير ليوم الشر، يبقى الشرير ملوش ذنب. لا، الشرير بشره دي حرية إرادته، ولكن الله بقدرته وحكمته يدور الأمور كمان لصالح الأبرار. فهنا عند فرعون تسبب في أن صورة إله إسرائيل تمجدت بالأكثر، بانت قوة ربنا أكثر، بانت عظمة موسى أكثر. إنما لو فرعون جارى موسى من أول مرة ما كانتش بانت القصة بالجمال ده. تاني بنقول هل فرعون ربنا هو السبب في عنده؟ لا طبعا، لأن ربنا لا يجرب أحد بالشرور، ما عندوش شر يعرضه على إنسان. مثل تاني، كان في أيام مجاعة جاية على العالم، وبعدين في الوقت ده يعقوب عايش مع عياله الحداشر الاتناشر، وكانت رحيل ماتت، والولاد ابتدوا يغيروا من يوسف. هل ربنا حط الغيرة المرة في قلبهم؟ لا، تآمروا على يوسف، باعوا يوسف، كل ده شر منهم، ولكن الرب
حتى الشرير صنعه لغرضه. يعني ايه بقى؟ ايه غرضك يا رب؟ غرض ربنا ان يوسف يتغرب عن بيته، وانه يعيش ايام صعبة، وانه يمسك في ربنا وقت ضيقته، وان يوسف هو اللي ينقذ العالم من المجاعة. هل ربنا خلى اخوات يوسف اشرار؟ لا، ولكن الله له كل المجد بحكمته، حتى شر اخوات يوسف استخدموا الخير البشري. واضحة؟ عشان كده يوسف فهمها وقال انتم قصدتم شرا، ما قالش ربنا بقى انتم اشرار، قال لاخواته كده انتم قصدتوا شر، مش هنقدر نجمل الصورة. ولكن الرب قصد به خير. ربنا من فوق بقى كإله عظيم ضابط الكل، في ايده كل حاجة، حتى شركم طلع منه خير. يبقى هنا الرب صنع الكل لغرضه، فيش حاجة بتطلع بره غرض ربنا. ايه غرض ربنا؟ يريد ان الجميع يخلصوا وإلى معرفة الحق يقبلون. غرض ربنا خلاص العالم، غرض ربنا ان الناس كلها تعرفه. فحتى شر الأشرار يستخدمه الله من أجل خلاص العالم. شخصية يهوذا برضو، في ناس تقول يهوذا مسير لأن المسيح احتاجه في قصة الصليب. لا، الحقيقة المسيح تعرض للرجم كذا مرة قبل الصليب، وكده كده كانوا عاوزين يصلبوه بكل الطرق، والمسيح له المجد. حاول يرجع يهوذا عن غرضه السيء، قدم له محبة وحذره ونبهه. يهوذا مع سبق الإصرار والترصد وبكامل قوته وإرادته عند وأس قلبه وكمل الخيانة للآخر، ولكن المسيح صنع الشرير أيضا ليوم الشر. يعني إيه؟ نفس الغرض. المسيح له المجد بسابق علمه، مرتب أن يموت ويطلب من أجلنا، ويهوذا بشره وقسوة قلبه اشترك، لكن ربنا في الآخر صنع خير برضه. الموضوع ده يريحنا ليه؟ ده يفكرنا ان احنا مش في ايد البشر. قدامك ناس اشرار بيتهيأ لهم ان هم يقدروا يعملوا اللي هم عاوزينه. لا، هم مش في ايديهم كل حاجة. عشان كده المسيح له المجد في المحكمة قال له لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن ايه قد أعطيت من فوق. وعشان كده المسيح لما قال لنا هتيجي عليكم أيام صعبة ويجي اضطهاد، قال بس على فكرة شعرة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذني. طب حتى لو الرقبة طارت كلها وماله، بس بإذني برضه يبقى خير برضه. الرب صنع الكل لغرضه، آية مريحة، والشرير أيضا ليوم الشر. مكرهة الرب كل متشامخ القلب، يدا ليد لا يتبرأ، برضو آية مهمة. هل يجوز نقول مكرهة الرب؟ ربنا بيكره، ربنا بيكره الشر، إله خير يحب الخير ويكره الشر، لكن ما يكرهش الشرير، يكره شره، لكن الشرير لسه يحبه. ربنا محب للبشر، ولأنه صالح يحب البشر حتى الأشرار، يشرق شمس على الأبرار والأشرار، لكن ما يحب شرهم. فهنا مكرهة الرب متشامخ القلب. الحاجات اللي يكرهها ربنا قوي النفس المتشامخ، القلب المنكسر يعجبه، والقلب المتكبر يضايقه. المتشامخ القلب عبارة عن ايه؟ شخص حاسس انه اعلى من الناس كلها، وفي كبريائه ممكن ينكر وجود ربنا، ممكن ما يحترمش ربنا، ممكن ما يرجعش ربنا في حاجة، ما بيخافش ربنا لأنه متشامخ القلب. فمكرهة الرب يعني لما تبقى إنسان ضعيف قدام شهواتك، قدام جسدك، ربنا ينظر إليك بحنو لأنك ضعيف، لكن واحد متشامخ القلب هيبص له إزاي بحنية؟ ده هو شايف نفسه أعلى من ربنا. أمنا العذراء اللي عيدها النهاردة نقول بتقول إيه؟ أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين، أسبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارخين. الأعزاء يعني اللي هم إيه؟ متشامخ القلب، بينزلهم من على الكراسي، ما
ما يخليهمش يطولوا على الكراسي. كبرياء دايما مضرة جدا أكثر من أي خطية أخرى. وبعدين ما يقولش التشامخ يعني الظاهري ده، كمان التشامخ الداخلي. أقول لكم حاجة مهمة الواحد المفروض يفحص نفسه عليها. كل مرة تيجي الكنيسة اسأل نفسك أنت شايف الناس اللي حواليك إزاي. لو شايفهم أقل منك تبقى وقعت في تشامخ القلب. هل أنت زي العشار اللي شايف كل اللي في الهيكل أحسن منه، ولا زي الفريسي اللي شايف العشار وكل الناس أوحش منه؟ شايف إيه؟ وتشامخ القلب يبان في نظرته للناس. الكنعانية كانت ما عندهاش تشامخ، حاسة أنها كلبة جنب البشر. إنما في اللحظة دي للأسف الرسل كان عندهم درجة تشامخ، كانوا حاسينها إيه؟ أمامية، كأنها قليلة، وطلعت هي اللي إيمانها عظيم. إذن كل تشامخ في القلب يعني يحط حاجز بينك وبين ربنا. المستعلي ركس عند الرب، آية جت في العهد الجديد. المستعلي يعني اللي واخداه العلياء أو الافتخار. مكرهة الرب كل متشامخ القلب يدا ليد لا يتبرأ. ساعات نفهمها يدا ليد يعني بيقف ند ربنا فلن يتبرأ أبدا، زي يدا ليد ما بين فرعون وإله موسى. هتروح فين يا فرعون قدام إله موسى؟ إزاي يعني إيدك زي إيده ولا أنت فاكر نفسك مين؟ الملوك والأباطرة اللي اشتهوا أن يبيدوا اسم المسيح، تروحوا فين أنتوا في اسم ربنا يسوع؟ كلهم شطب عليهم التاريخ واسم ربنا يتمجد. بالرحمة والحق يستر الإثم، وفي مخافة الرب الحيدان عن الشر. بالرحمة والحق يستر الإثم يعني إيه؟ أولا برضو لاهوتيا دي معناها دقيق، إن حين سطر المسيح على خطايانا برحمته وبحقه. يعني إيه؟ عشان كده نقول في المزمور الرحمة والحق تلاقيا، لأن على الصليب تقول دي رحمة ولا حق، تلاقي الاتنين. على الصليب منتهى الرحمة، أن ربنا من رحمته بيفدي البشرية بنفسه، من رحمة ربنا. وفي الصليب بتلاقي الحق، مش الإنسان لازم يموت، أهو المسيح بيموت من أجل البشرية كلها. فالحق هنا اكتمل، ربنا لم يتراجع عن الحكم، وإلا يبقى مش حقاني. ربنا إله الحق لم يلغي حكم الموت، لأن حكم الموت حكم حقيقي صدر على البشرية كلها، لأنها بشرية ملوثة بالخطية. بس في واحد يقدر من أجلنا ومن أجل خلاصنا ينوب عننا ويموت بدلنا، صلب عنا. عنا يبقى هنا ده نوع من الحق، إنه دفع الثمن، لأن في ثمن لازم يدفع. الموضوع في حق كمان. طبعا ده لا يعني إطلاقا أن في صراع بين صفة الرحمة وصفة الحق. الله ما فيش صراع داخلي جواه، لكن لأن من صفاته الطبيعية منتهى الرحمة وأيضا كلية الحق. فهنا بالرحمة والحق يستر الإثم، وكأنه كان لغز قدام البشر. هو ربنا ممكن يسامحنا إزاي؟ لو سامحنا بمجرد التوبة يبقى مش حقاني، لأنه حكم بالموت، يبقى رحيم بس مش حقاني. ولو حكم علينا بالموت وسابنا نهلك يبقى مش إيه؟ يبقى مش رحيم. فالناس ما كانتش فاهمة تتحل إزاي دي. صحيح، ما هو لو سابنا نهلك يبقى مش رحيم، وبعدين لو عفى عننا كلنا كده بدون أي تمن يبقى مش حقاني. أمال بس كان حكم الموت ده كلام بقى في الهوى. فهنا بالرحمة والحق يستر الإثم. كمان دي تطبق علينا، خليك رحيم مع الناس واستر على الناس، استر على أخطاء الناس. بتشوف واحد بيغلط استر عليه، غطي عليه، ما تجيبش سيرة الغلط بتاعه، ما تتكلمش عن أخطائه، ما أنت كمان بتغلط. لكن بالحق بمعنى ايه؟ مش تتسئل عليه تطلعه قديس وملاك، ما هو برضه ما ينفعش.
مش معنى انك رحيم وبتستر على الناس يعني تقلب الموازين، لانه الكتاب يقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. يعني لو طلعت مذنب انه بريء ربنا يزعل، ولو طلعت بريء انه مذنب طبعا يزعل. يبقى لازم تبقى حقاني، حقاني ومعك ستر، حقاني ومعك رحمة، بس في الآخر لا، في واحد بيشتغل واحد ما بيشتغلش، فخليك حقاني برضه، ما ينفعش اللي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش، لكن خليك ساتر على الخطأ لأنك أنت كمان بتغلط. بالرحمة والحق يستر الإثم، وفي مخافة الرب الحيدان عن الشر. اللي بيخاف ربنا بيحيد عن الشر، تعبير جميل قوي. إذن كل من لا يحيد عن الشر ناقصه إيه؟ ناقصه خوف. تصوروا واحد رايح مكان غير لائق ورايح بقلب جامد، ناقصه إيه ده؟ ناقصه خوف ربنا. أنت مش خايف تدخل المكان ده اللي فيه خلاعة وفيه مناظر رديئة وفيه جو لا يليق؟ مش خايف؟ يبقى أكيد لن تحيد عن الشر. لو واحد خايف، مرة شاب بيقول لي أنا من زمان بطلت أحضر أفراح. قلت له يعني إيه؟ قال لي أحضر الإكليل في الكنيسة بس، لما تعزم في الأفراح اللي بعد الكنيسة ما بروحش، لازم أعتذر. قال لي رحت مرة واحدة زمان وبعدين حسيت المسيح ما يرضاش يقعد في المكان ده، ومن ساعتها لا يمكن أدخل أفراح حتى لو قرايب. يجوز هو شديد مع نفسه، لكن ده شاطر، عنده خوف ربنا، خد قرار انه لا، مش هقدر ادخل اماكن غير لائقة، ومش عشان المجاملة نتنازل عن المبادئ، لا. مخافة الرب الحيدان عن الشر. بنتي جالها فستان غالي هدية، بس الفستان تبص له تحس انه مش مناسب لبنات ربنا، تستخسر، تقول ده بس ده غالي، ده موضة، موضة ايه ولا غالي ايه؟ مخافة الرب الحيدان عن الشر، لا. يبقى هنا في قرار شديد الواحد بياخده بيحيد عن الشر لو عنده خوف ربنا. إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمونه. برضو مثل مشهور ناس كتير حفظاه. هنا أعداءه معناه مش تصريح ان انت تعادي حد، لكن حتى وانت انسان بار ماشي بكلام ربنا هيطلع لك اعداء. يجوز انت ناجح في شغلك ففي ناس غيرانة منك فبقى لك اعداء. يجوز انت انسان ما بتكذبش وفي ناس كانت عاوزاك تكذب معاهم مرضتش تكذب طلع لك اعداء. في ناس تسيء فهمك وتسيء الظن فيك فيبقى لك اعداء. وهو المسيح له كل المجد وهو بار وقدوس، كان له أعداء ولا لا؟ كان له أعداء. لكن مش معنى كلمة الأعداء إنه هو بيعادي، لا. وهو في أعداء الله أو أعداء المسيح موجود طبعا. لكن إيه رأيك من الحكمة دي بقى؟ إنه إذا كان طريقك دايما يرضي ربنا، حتى أعدائك يجي لهم وقت يسالمونك. مرة واحد برضو كان في البزنس كده، وبعدين كان السوق مليان بقى إيه عداوات في بعض يعني مجالات العمل، تلاقي في غيرة جديدة بين اللي بيشتغلوا نفس الشغلة يعني، وهو شخص مسالم فعلا وملوش في الشر، لكن في ناس متغاظة منه وعاوزة تكسره يعني. وبعدين يعني بقى مخنوق من كتر ما الناس بتحاربه، وانتبه لخدمة إخوة الرب ودخل وبقى ايه يعمل خير كتير قوي، وبقى مركز قوي مع اخوة الرب. وبعدين هو يقول ايه؟ انا بدور على اعدائي بتوع زمان مش لاقي منهم حد، يا اما منهم ناس يعني ربنا اشتغل معهم، يا اما بقيت الناس بقوا بيحبوني من غير ما اعمل مجهود. فانطبقت عليه الآية بتاعت إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه أيضا يسالمون. يبقى لما يكون لك ناس مش بتحبك، في شغل تاني مع ربنا بينك وبين ربنا الأول. خلي طريقك مستقيم أمام الله،
صلي كويس، اعمل خير كتير، خلي ربنا راضي عن حياتك. لما ربنا يرضى عن حياتك يقلل مشاكلك مع الناس، يصلح علاقاتك بالناس، يلم وراك لو كنت غلطت قبل كده، حتى أعدائك يسالمونك. القليل مع العدل خير من دخل جزيل بغير حق، اتقال زيها قبل كده. هي قاعدة مهمة في الكتاب، إن الموضوع مش قليل ولا كتير، القليل يعني الدخل القليل يعني فلوس قليل، بس مع الحق مع العدل، مفيش سرقة مفيش غش. القليل مع العدل خير من دخل جزيل بغير حق. زي ناس تقولها ببساطة، تقول الواحد بيخاف من الفلوس الحرام، القرش الحرام وحش. هنا الحرام بمعنى ايه؟ ما جاز بطريقة مظبوطة، ما جاز بحق. اللي بيتعب وياخد فلوس على قد تعبه ده كده ايه؟ مظبوط. حتى لو قليل يبقى فيه بركة، لانه القرش ده دخل بتعب. مرة برضو شاب جاي يقول لي ايه، انا بشتغل في شركة وبنبيع اجهزة، وبعدين يعني الاجهزة غالية تتباع بارقام كبيرة، ولو بعنا بناخد مكافأة. فلقيت اللي هيشتروا الجهاز جايين ياخدوني على جنب يقولوا لي ايه، بص بقى احنا هنشوفك يعني، بس مشلنا البيعة وليك عندنا الحلاوة. فقال لي انا دخلت في مشكلة، بقى ضميري تعبني، هو انا فعلا هاخد منهم حاجة كبيرة؟ مش يعني، وانا برضه هبيع للشركة بتاعتي، بس هنا يعني هبقى بعمل حاجة من ورا الشركة. قلت له انت عاوز توصل لإيه؟ قال لي ضميري تعبني. قلت له يبقى ما تعملش. طبعا يبقى ربنا بيتكلم من ضميرك، طبعا دي عدم أمانة. قال لي بس كلهم بيعملوا كده. قلت له انت زي كلهم؟ طب لو قلت لك كلهم هيروحوا النار، تحب تروح النار معهم؟ ما ده الباب الواسع. فعلا في الزمن ده الباب واسع، يعني ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك، وكثيرون يدخلون منه. هتلاقي كله بيعمل كده. طب وبعدين؟ ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. يا بخت الشخص اللي يسأل ضميره في الصلاة، يا رب أنت موافق ولا مش موافق؟ ده يرضيك ولا ما يرضيكش؟ مش مهم الفلوس ومش مهم الشغلة كلها، ربنا غني. والإنسان اللي بيمشي باستقامة تأكده ربنا مش بيسيبه. الرجل الأمين كثير البركات. اللي بيفتح الباب حتة ويواربها كده بتفتح معاه حتة بحتة. يعني اللي يتنازل مرة بيستحلى الموضوع، فيتنازل مرة وبعدين المرة اللي بعدها يروح هو بقى اللي يساوم الشركة اللي هتشتري. ما هو المرة الأولانية عجبته وجت سهلة، فالمرة التانية يبقى مستني، مش هيجوا يعرضوا عليا ولا ايه؟ ما خلاص الحكاية بقت عجباه، فتلاقي رجله جت في الموضوع مش راضي يطلع منه خلاص، ويفضل يمكن ضميره متخدر بقولة ما زمايلي بيعملوا كده. طيب ماشي، زمايلك بيعملوا كده، بس دي عدم أمانة. القليل مع العدل خير من دخل جزيل بغير حق. قلب الإنسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطواته. هي شبه أول آية، للإنسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان. قلب الإنسان يفكر في طريقه، حكمة جميلة. يعني احسب الخطوة. هتهاجر، هتهاجر ليه؟ فكر. اخترت عروسة ليه؟ حب وغرام يعني ولا ايه؟ شفتها إنسانة بتخاف ربنا؟ فكر. قلب الإنسان يفكر. إذن الكتاب المقدس احترم التفكير وشجعنا ان احنا نفكر، لان في ناس ما بتفكرش في الزمن ده. لا فكر كويس، فكر ايه المناسب ليك او لاولادك، ايه المناسب لخلاص نفسك، ايه اللي يمشي مع طبعك، ايه اللي انت تفهم فيه، ايه اللي ما تنفعش فيه. قلب الانسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطواته. يعني مهما فكرت تحتاج تقول له يا رب اهديني، انا هفكر واحسب، لكن في الاخر عاوز بركة منك، عاوز القرار منك، عاوز الارشاد،
عاوز انك تقفل في وشي باب ممكن يضرني حتى لو بعقلي افتكرت الباب ده كويس، لان مهما فكرت ممكن اغلط في التفكير، لكن انت ما بتغلطش يا رب. يبقى كأن الآية بتقول لنا فكر كويس وصلي كويس، لا تلغي دي ولا تلغي دي. قلب الإنسان يفكر في طريقه والرب يهدي خطواته. فكر في كل حاجة. في أمهات يرجعوا يقولوا احنا كنا بنصلي كويس بس ما ربناش عيالنا. طب ليه؟ تقول ما هو قلة عقل، كنا بنعمل أخطاء، النهاردة شايفينها كانت أخطاء فعلا قلة عقل، قعدنا نزعق طول النهار والليل على المذاكرة وسبنا الحياة الروحية. الموضوع كان عاوز تفكير، كنت لازم تفكري مش بس تقولي يا رب استر. ربنا بيستر، بس انت ما فكرتيش ليه؟ طريقك ايه وانت بتربي عيالك؟ مش تفكري بكرة هيقابلهم ايه مشاكل، عندهم اساس روحي عشان يعدوا من المشاكل بتاعت المراهقة والالحاد والاباحية، ولا بس مذاكرة مذاكرة؟ كان لازم نفكر كويس. في ناس تقدم على قرارات بدون تفكير. مرة قابلت عيلة كده برا مصر محتاسين وغرقانين في مشاكل الدنيا ومديونين، قلت لهم هو ما انتوا هاجرتوا ليه؟ قالوا عشان كل الناس بتهاجر. انتوا هاجرتوا عشان كل الناس بتهاجر؟ امال احنا في مصر بنعمل ايه؟ ما احنا ما هاجرناش. هي دي اجابة؟ هنا ما فيش تفكير بصراحة، ما فيش تفكير. هم لقوا فرصة فقالوا خلاص فرصة. فرصة لإيه؟ مش لما الواحد يعرف هو عاوز إيه الأول. زي واحد يبقى مثلا نازل معاه 100 جنيه وفرصة لقى حاجة، حاجة أنت عاوزها؟ لا مش عاوزها. طب اشتريتها ليه؟ هي نفس المنطق، تشتري حاجة مش عاوزها يبقى مفيش مخ. تروح بلد أنت ما فكرتش تفيدك ولا لا يبقى مفيش مخ. تدخل على علاقة عاطفية ما تنفعش جواز مسيحي يبقى مفيش عقل. القلب يفكر في طريقه والرب يهدي خطواته. لازم تعمل الدور اللي عليك عشان ربنا كمان يعمل دور. في شفتي الملك وحي، في القضاء فمه لا يخون. هل ده معناه ان كل الملوك لا يخطئون؟ لا، لكن مقصود انه ربنا احيانا من اجل خلاص الشعوب يتكلم على لسان المسؤولين. يعني ايه؟ قيل في انجيل يوحنا كلمة غريبة قوي، قيافة، فاكرينه؟ قيافة ده انسان مش كويس، ده رئيس كهنة بس بطال مليان ظلم ولخبطة. قيافة هو قاعد مع السنهدريم عشان يقنعهم بالتخلص من المسيح، اذا كله شر. قال الافضل انه يموت انسان من اجل الامة ولا تهلك الامة كلها. هو كان يقصد ايه؟ نخلص من يسوع الناصري لحسن الرومان يجوا يخربوها علينا لانه يسوع الناصري عمل لنا ثورة. هو كان يقصد كده. انما القديس يوحنا يعلق ويقول ايه؟ اذ كان رئيس كهنة لم يتكلم من نفسه. يعني الجملة اللي قالها بصراحة جملة حكمة، مع انه قصده منها حاجة وحش. بيقول الأفضل أن يموت إنسان من أجل الأمة ولا تهلك الأمة كلها. هو غرضه يخلص من يسوع الناصري، قال يعني عشان الرومان ما يجوش بحجة ثورة الناصري ويدكوا البلاد، لكن هو عاوز يخلص من المسيح. بس هو قال جملة فيها فكرة الفداء، أنه يموت إنسان من أجل الأمة ولا تهلك الأمة كلها. طب ما هو فعلا ده اللي عمله المسيح، مات من أجل البشر كي لا يهلك البشر. فبيقول الكتاب بقى إيه؟ لم يتكلم من نفسه. يعني إيه؟ دي مش طالعة منه بقى. لإذ كان رئيس كهنة، اكمنه رئيس كهنة، ربنا خلاه يقول كلمة عدلة. لكن هو الحقيقة ما كانش قلبه نقي. فهنا في شفتي الملك وحي. طبعا الملك اللي بيخاف ربنا، ربنا هينطق على لسانه. أي مسؤول بيخاف ربنا، ربنا يوحي إليه بمصلحة شعبه أو بالحق اللي يناسب الكل. في القضاء فمه لا يخون. الشخص اللي بيخاف ربنا هيبقى حقاني، مش هيخون في القضاء، يعني مش هيعوج القضاء. لأن عند اليهود في الشريعة كلمة
اللي يعوج القضاء يستحق الموت. عشان كده اللي يشهد شهادة زور كان تقع عليه الغرامة أو النتيجة اللي كان هتروح للمذنب. يعني لو واحد شهد بالزور على إنسان يترجم، هو لو اكتشف أنه شهد بالزور هو يرجم، لأنه هو ظلم إنسان. فشهادة الزور دي كانت خطية كبيرة قوي، ومع هذا كانت منتشرة وسط اليهود، بدليل أن وقت محاكمة المسيح جابوا شهود زور كثيرين. وقت مثلا إيليا ونبوت اليزرعيلي، الست اسمها إيزابل دي راحت جابت شهود زور، بالرغم أن الشريعة شديدة جدا مع شهادة الزور، لكن الناس ما بتخافش ربنا. في شفتي الملك وحي في القضاء فمه لا يخون. قبان الحق وموازينه للرب، كل معايير الكيس عمله. يعني ايه قبان الحق؟ يعني ميزان الحق. والموازين عموما بتاعت الحق دي بتاعت ربنا، يعني ربنا حقاني قوي، يوزن بموازين دقيقة، ما يجملش في الحق. كلنا بصراحة كده لما نفكر في الحق، الواحد صدقوني يخجل من نفسه. عارفين زي ايه؟ مرة كنت نازل مع خادم كده بسيط، وبنلف في مناطق فقيرة قوي، فراجع متأثر قوي والدموع في عينيه، وبيقول لي بصراحة بما ان ربنا حقاني يبقى لازم الناس دول هم اللي يدخلوا السماء، واللي زينا ندخل او ما ندخلش. لكن بصراحة كده بالحق كده، اللي ما شافوش يوم راحة في دنيتهم دول ولسه ماسكين في ربنا حقهم يدخلوا السماء. قلت له الإنجيل قال كده. الإنجيل قال أما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت. مش من الحق إحنا نعيش في رفاهية وراحة وبعدين نبقى عاوزين نفس النتيجة اللي عاشوا من أجلها ناس اتعذبوا طول حياتهم؟ زي واحد مرة تاني بالعكس بقى زعلان قوي ان احنا عاملين تمجيد لماري جرجس، فقال ماري جرجس زيه. قلت له زيك زيه ده ايه؟ بالراحة شوية، ده تعذب 7 سنين، انت عمرك اتعذبت عشان المسيح؟ طب ده من الحق، حتى من وجهة نظر الحق ان واحد اتعذب عشان المسيح كل العذاب ده، يبقى ربنا مقدرها له. وانت قاعد مرتاح وبتدلع في حياتك وبعدين تقول انا زيه، يا اخي خليك حقاني، حتى حكم ضميرك هتقول لا طبعا حقه، لان ربنا الحق يعني لازم يكافئ واحد تعب عشانه اكثر من واحد اتدلع. يبقى فكرة انه دايما في حق. بس خلي بالكوا بقى، صعب جدا الحكم على حكم الله، لان الله ما ابعد احكامه عن الفحص. من عرف فكر الرب؟ لأن أنت ما تقدرش تعرف كل أسرار الإنسان ولا كل الخبرات اللي تعرض ليها، وبالتالي الحكم الإلهي حكم عادل لأنه عنده ملابسات الأمور كلها. تصوروا أن قاضي ممكن يكون حكم غلط. أيوة القاضي كبشر ممكن يغلط. هيغلط ليه؟ أنا هفترض أن ضميره صالح، بس لو ما عندوش كل المعلومات الدقيقة عن اللي حصل ممكن يغلط في الحكم. زي في بلادنا هنا كان في وقت كده كانت تدخل قضية ويبقى فيها يعني أذى شديد لبعض المسيحيين الغلابة، وبعدين القاضي يحكم ببراءة كل المتهمين، والقاضي سمعته كويس، فلما يجوا يسألوه يعني إزاي قضية زي كده المتهمين ياخدوا براءة، يقول يا جماعة أنا غصب عني اللي قدامي كبيانات أنا مقيد بيه، أنا ما حضرتش الموقف، فاللي وصلني في الآخر ما يدنش المتهم. عشان كده دايما فوق العالي عاليا. عشان كده القضاء البشري قد يخطئ، ولكن القضاء الإلهي لا يمكن يخطئ، لأنه شاهد عيان، ربنا شايف بعينه كل موقف. إنما كبشر لا، ممكن الناس تغطي على المواقف ومحدش يبقى عارف هو الحقيقة كانت إيه، هو اللي حصل بالظبط إيه، ونغلوش بقى.
نعوج القضاء، لكن بالنسبة لربنا لا يمكن. ربنا لن يبرئ مذنب أبدا، لأن ربنا قاضي عادل. هنا يقول قبان الحق وموازينه للرب، كل معايير الكيس عمله. تاني ترجعنا لفكرة ايه معايير الكيس، كأن ربنا ماسك كيس كله كده، ايه التقلات دي، تقل الذهب وفضة فقال هو عارف كويس يوزن كل أمر بميزان دقيق. عارفين زي ايه؟ زي واحد بيصلي وهو في شدة مرضه، متألم لكن بيصلي ومنتظم في صلاته. مش ده وزنها غير واحد صحته كويسة وكسلان يصلي، أو حتى بيصلي وهو سرحان. واحد فقير جدا ومع كده سخي، تفتكروا ده يعامل معاملة السخاء العادي زي بتاعت صاحبة الفلسين؟ هنا الموازين كلها دقيقة جدا عند ربنا. الفلسين دول يطلعوا كم مليون ولا كم مليار دلوقتي عند ربنا، لأنهم طالعين من أعوازها، كل معيشتها في الموضوع نسبي. بالنسبة لنا احنا فلسين دول كلام فارغ، بالنسبة لربنا لا، هو حاسبها حسابات تانية. مكرهة الملوك فعل الشر، لأن الكرسي يثبت بالبر. هو بيتكلم عن استقرار الشعوب والممالك عموما، فبيقول أي ملك عاوز كرسي يثبت لازم يكون حقاني. وفعلا لما تقروا تاريخ الشعوب تلاقوا الظلم دايما عمره قصير، ممكن تيجي فترات ظلم لكن لازم تتقلب، لازم تنتهي. لا يثبت الكرسي إلا بالعدل، التاريخ نفسه بيقول كده. لا تستقر الممالك إلا بالحق بالقانون. فإذا كنا بنتمنى لبلادنا وبلاد العالم استقرار على الأرض، احنا طبعا عينين على السماء، لكن كمان ما يخلاش ان احنا بنصلي من اجل سلام هذه المدينة وسلام كل العالم. السلام مرتبط جدا بالحق، مش ممكن يكون في ظلم وفي مثلا تمييز بين شخص وبين شخص وبين اهمال للقانون وعدم تفعيله وتقول هيحصل سلام. مش هيحصل سلام واستقرار، لن يحدث الا لما يبقى في حق وفي عدل. فبيقول مكرهة الملوك فعل الشر، لأن الملك الحقاني لو لقى شر ما يسكتش، لازم يتخلص منه. والكرسي، الكرسي يقصد المسؤولية، كرسي المملكة هنا مقصود باستقرار الحكم نفسه، يثبت بالبر أو بالحق. مرضات الملوك شفتها حق، اللي يرضي الملك في الآخر أن اللي قدامه يقول كلمة حق ما يكذبش عليه. تصوروا واحد اللي قدامه بيكذب عليه، يوم ما يعرف أنه بيكذب عليه وهو ملك مش هيرحمه. فهنا اللي يرضي أي مسؤول طبعا بداية من ملك كل الملوك، أن شفايفك تقول كلمة حق، أنك ما تكذبش على ربنا. مرضات الملوك شفتها حق. والمتكلم بالمستقيمات يحب، اللي بيقول كلام حقاني بتحب. غضب الملك رسل الموت، يعني لو ملك غضب هيبعت مراسيل إعدام، يعني لازم تتحاشى غضب الملك. هنا عاوز أكلمكم دقايق عن الاستفزاز. طب الاستفزاز ده مش فضيلة، دي خطية. بس في ناس بقلة عقل بقلة حكمة تستفز المسؤولين. الاستفزاز يعني إيه؟ يعني يرد ردود بعدم أدب، أو يتطاول، أو يحكم على الأمور بسطحية. طب ما كل ده يهيج أي مسؤول. إنما الكلام العاقل المعتدل يخلي أي مسؤول يحترم المقولة. فهنا بيقول غضب الملك رسل الموت. ليه تغضب الملك؟ ليه تستفز مسؤول؟ ليه تعمل حاجة وتقول ما يهمنيش؟ طب خلاص بدل ما يهمكش يبقى نتائج فعلك هتشوف. ما يزرع الإنسان إيه يا ويحصد أيضا. زي الشباب مثلا تلاقوا يكسر المرور وما يلتزمش بقوانين كتير ويقول لك ما بيهمنيش. طيب لو اتحطيت في التخشيبة هيهمك، لأن هو غضب الملوك كده رسل الموت،
يعني انت كسرت قواعد يبقى ما تتوقعش رحمة. والإنسان الحكيم يستعطف. الشخص الحكيم يستعطف المسؤول، هنا مش بيتكلم بطريقة فيها رياء، لا، يقصد ان من الحكمة انك تخلص مشاكلك بدون عند وبدون استفزاز. اذا كان بينك وبين اي شخص مشكلة خليك حكيم وخلص مشاكلك بهدوء إن كان ممكنا حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. وماله لما تستعطف إنسان أخطأت في حقه، بدل أخطأت في حقه ما تعنيش، الأفضل إنك تستعطف. في نور وجه الملك حياه ورضاه كسحاب المطر المتأخر. طبعا الكلام ده ينطبق بشكل معين على الله له المجد كملك الملوك كل اللي فات، إنما نقول في نور وجه الملك حياة، يعني اللي عايش في نور ربنا، اللي مركز مع وجه الله حاسس ربنا باصص عليه طول الوقت، هيعيش حياة أبدية، هيعيش حياة حلوة ويدخل السماء. ورضاه رضا الملك سحاب مطر متأخر. يعني إيه سحاب المطر؟ دايما رمز للخير. وكان عندهم في الفلاحين زمان يقولوا مطر مبكر ومطر متأخر، هتلاقوها موجودة كتير في لغة الكتاب. المطر المبكر والمتأخر ليه؟ في الزرع في مواسم للمطر، في مطر ينزل في أول ما تحط البذرة مهم، وفي مطر دش كده متأخر يسوي الثمرة، ده مهم وده مهم، بس يمكن ساعات الأهم كمان المتأخر اللي يجي على آخر الموسم كده، إيه يخلي الزرعة يعني يشم نفسه. فبيقول اللي يرضي الملك ينزل عليه مطر متأخر، يعني يكسب كتير، يجي له خير كتير. إن كان ربنا يبقى أكيد الخير كله جاي من السماء، وفي الدنيا برضو إنك تمشي في النور تبقى عايش في سلام. قنية الحكمة كم هي خير من الذهب، وقنية الفهم تختار على الفضة. هل لو قدامك صندوق فيه جواهر يجوز بمليون جنيه، وقدامك إنجيل ممكن تذاكره في سنة، أنهي أغلى بالنسبة لك؟ عمليا للأسف كل الناس هتختار الصندوق أبو مليون، اللي هيسيبوه يموتوا ومش هيعرفوا قيمته، مش هيحسوا بيه، وقافلين عليه وخافين ويتسرقوا خلاص. إنما الإنجيل ده فيه جواهر يعني أغلى من أي ملايين. فقنية الحكمة يعني اقتناء الحكمة الروحية، اقتناء العلاقة بالله، اقتناء العمق في فهم الله، حفظ آيات كتير، عقلك يبقى مشغول بربنا، ده أغلى كتير من أي غنى أرضي. قنية الحكمة كم هي خير من الذهب، وقنية الفهم تختار على الفضة. في ناس تسافر عشان تصرف فلوس قد كده تتفسح، وفي نفس الوقت في ناس تيجي من آخر الدنيا عشان تزور الأديرة وتسجد للأرض وتبوس أجساد القديسين وتتعلم درس وترجع بلاد. يعني كانوا زمان القديسين في القرن الرابع والخامس كانوا يجوا من بلادهم سفر كان مكلف جدا ومجهود كبير قوي، بس مش جايين يتفرجوا على الأهرامات، كانوا يجوا عشان الأديرة المصرية. قديس باسيليوس وغريغوريوس الكبار دول كانوا يجوا من بره عشان يتلمزوا عندنا في مصر، لأنه كانوا عارفين أن الحكمة اللي في تراب مصر دي أو في وادي النطرون أو برية شهات أو في البحر الأحمر، الحكمة العالية اللي عند قديسينا دي حاجة غالية قوي، فكانوا يجوا من آخر الدنيا يطلبون الحكمة. طب دول صرفوا كتير قوي، مش كانوا يتفسحوا بالأولى؟ لا، دي فسحتهم. فكرنا بملكة سبأ، ملكة سبأ غنية، ملكة التيمن لما جت لسليمان ما كانتش عاوزة تتفسح، لا دي جاية تشتري حكمة، وكانت قاعدة تتفرج وتتعلم طول الفترة اللي قعدتها، لأنها جت تطلب حكمة سليمان، حتى المسيح حطها كمثل، شوفوا دي جاية من آخر الدنيا تطلب حكمة، وهو ذا الآن أعظم من سليمان ومحدش بيسعى ورا ربنا.
قنية الحكمة كم هي خير من الذهب، وقنية الفهم تختار على الفضة. منهج المستقيمين الحيدان عن الشر، سكة الإنسان المستقيم دايما يهرب من الغلط، طريقه كده، أول ما يلاقي غلط يبعد، هنا شتايم بلاش، هنا كذب بلاش، هنا شهوات بلاش، هنا مش عارف ايه بلاش. هو مش معقد، لا لا، هو عايش يحيد عن الشر لأنه شخص مستقيم، والمستقيم هيعيش مرتاح. حافظ نفسه حافظ طريقه، معنى جميل، يعني اللي عاوز يصون نفسه يصون طريقه. ما انت هتمشي في سكة غلط وبعدين تقول انا نفسي تشوهت، طب ما انت شوهت نفسك لان طريقك غلط، السكة اللي مشيتها غلط، فانت ضيعت نفسك لان الطريق نفسه ما كانش صح. قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. قبل الكسر الكبرياء، حين يتكبر الإنسان ينكسر. أشهر مثل الشيطان نفسه، لما تصور أنه يضع كرسي فوق كوكب العلي أو فوق كرسي العلي وتطاول بقى شيطان. ولما حوى الشيطان أغراها وقعت في كبرياء، تصيران مثل الله، اتكسرت وكسرت آدم معاها. طب ليه كده بس؟ هيرودس لما كان فرحان بروحه وقالوا له هذا صوت إله لا صوت إنسان، ضربوا ملاك الرب ودود ومات، اتكسر. فبالضبط كده كأنك شايل حاجة إزاز، كل ما تعلى بيها وقعتها وحش تتكسر خالص. عشان كده واحد من القديسين يقول المتواضع هو شخص بيحبي على الأرض، لو وقع يحصل له إيه؟ ولا حاجة، بينه وبين الأرض شبر، افرد اتكعبل، اتكعبل ايه؟ ما هو بيحبي. انما المتكبر ده طالع على سلم، وسلم ايه؟ عالي ورفيع كده، لو وقع تتكسر رقبته. فخليكم ماشيين على الارض، خليكم لازقين في الارض من ناحية التواضع. يعني ايه؟ خليك فاكر ان احنا تبع التراب، يعني احنا يعني ما احناش حاجة عالية. لكن المستعلي ده اللي بيطلع لفوق زيادة، ده وقعته وحشة جدا. قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. لما الإنسان يتشامخ بروحه أو بقلبه يسقط في خطايا لا يتوقعها. عارفين من أوحش الخطايا اللي وقعوا فيها المتشامخين؟ الهرطقات. يعني إيه الهرطقة؟ الهرطقة معناه أن إنسان من كبريائه يظن أنه بيفهم أكتر من الكنيسة كلها، ويثق في ذكائه وحكمته، ويقول الكنيسة غلط وأنا صح. منتهى العجرفة، منتهى الكبرياء، ويدافع عن رأيه باستماتة، ويتحجج بآيات، وممكن يجيب أقوال قديسين، وكل ده اللي بيحركه إيه؟ التشامخ الروح. إنه عاوز يقول أنا صح. يا حبيبي أنت صح وكل الكنيسة غلط، واللي قبليك القديسين دول كانوا غلط، والناس كلها ما كانتش فاهمة وانت فاهم، حتى ما تشك شوية في رأيك، فما تسمع كده للباقيين، ما يمكن بيقولوا كلام مظبوط. فبيبقى سقطتهم صعبة. اتعجب من واحد زي أريوس. طب ده بابا ألكسندر ده كان معروف انه بطرك طيب جدا وروحاني، انما أريوس كان قسيس شاب وقتها ومطعاص. وبعدين جه البابا أثناسيوس حجة وراجل عظيم، وحاول يحتويه أريوس مطعاس، وعد عليه قديسين كتير، لكن أريوس شايف روحه كل دول غلط. طب ومجمع نيقيا 318 أسقف قديس، بينهم قديسين مشهورين، كلهم ما بيفهموش، كلهم غلط. قبل السقوط تشامخ الروح. نسطور برضو بطرك القسطنطينية، لما تقروا الرسائل اللي كان بيبعتها له البطرك المصري البابا كيرلس عمود الدين، منتهى الأدب والتواضع، هم بطرك مع بعض. وعتاب مهذب جدا، ان اللي انت بتقوله مش ده اللي استلمناه. انما نسطور يقول لك مين كيرلس ده؟ بيفهم ايه؟ قديس كيرلس اللي كل العالم يشهد يعني عظمته كمدافع عن الإيمان المسيحي. إنما نسطور ما احترموش. قبل السقوط تشامخ الروح.
ربنا يحمينا، لأن الإنسان النهاردة ليه شباب كتير بيلحد من تشامخ الروح، يبص لكل الكبار اللي زينا متخلفين، ماشي يا عم متشكرين، خلينا احنا متخلفين. بس الخوف عليك حبيبي لما تحس ان كل الكبار ما بيفهموش، انت ما يعني انت ما كنتش هيبقى لك وجود لو والديك ما كانوش موجودين اساس، حتى دي مش راضي تفهمها، انت كنت طفل والناس دول خدموك. طب اولى انك تحترمهم على الاقل، تقدر ان في خبرة، تقدر ان في ناس تانية غيرك بتقرأ برضه وبتفكر، مش انت الوحيد اللي بتفكر. قبل سقوط تشامخ الروح، تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. يعني تقعد قاعدة مع ناس بسطاء ودعاء تطلع منها تقول انا كنت في السماء، تقعد قاعدة فيها بقى فلوس وتقسيمات تحس انك كنت في الجحيم بجد. فبيقول تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. خليهم ياخدوا الفلوس وياخدوا الكرامة كلها، ما تقعدش تقسم معاهم، روح اقسم مع الودعاء، خد البركة، خد النعمة، خد ربنا نفسه، لأنه مع الودعاء هتلاقي العذراء، هتلاقي الملائكة، هتلاقي القديسين. ابحثوا عن الفقراء والودعاء. القديس باسيليوس له قول مشهور يقول ايه، ابحث يا أخي عن صداقة الفقراء واهرب من صداقة المشهورين. اهرب من صداقة المشهورين ودور على صداقة الغلابة، أصل دول هينفعوك في السماء، دول أقرب لربنا من المشهورين والأغنياء. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين.